انضم معنا استشاري الأمراض المعدية دكتور خالد غليلة. مساء الخير دكتور خالد، أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني في ظل هذه التحذيرات دكتور، ما الذي يخشى منه في هذه الفترة بالذات؟ حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياكم الله. الآن مع الأعداد اللي حصلت الآن والزيادة اللي حصلت عندنا في عدد الحالات، احنا نلاحظ ان هذه الزياده قد تكون يعني زياده بعدم الالتزام بالاجراءات الوقائيه او التباعد الاجتماعي، سواء كان في الاماكن العامه او في المولات او الكافيهات او المطارات او هذه الاماكن. فاحنا ننصح المجتمع، افراد المجتمع، بضروره الالتزام بالاجراءات الوقائيه، لانه حتى اللقاحات نفسها ما هي برضو كافيه انها تمنع انتشار المرض حتى نصل الى ما قبل الكورونا. او ما قبل كورونا نحتاج تقريبا الى سنه، يعني نهايه عام 2021. اول شيء نحتاج الى حاجتين، اللي هو الالتزام بالاجراءات الوقائيه واللقاحات. طيب، على ذكر اللقاحات دكتور، هناك يبدو يعني ما يشبه الازمه العالميه في توفر اللقاحات حول العالم. الى اي مدى هذا ايضا يعني يمثل خطوره كذلك، او يمثل جرس انذار بالنسبه للعالم لموجه جديده، رغم ان يعني كثير من دول العالم تعاني اساسا من موجات ثانيه وثالثه؟ بالنسبه للموجات لمرض كورونا، الموجات هذه متوقعه في الامراض الفيروسيه سواء كان كورونا او غير كورونا، نتيجه موجات. واحنا قد حصلت عندنا موجات قبل كذا، كان عندنا مثلا ميرس كوفي او فيروس الشرق المتوسط او التنفس حق الشرق المتوسط، جات عندنا احنا كمان نفس الطريقه، اللي هي زياده او الجائحه تيجي مره ثانيه وحالات تزيد. فهذا متوقع دائما مع فيروسات كورونا، انه في بعض الاوقات تزيد الحالات. لكن احنا اللي نحتاجه حاجتين. اول حاجه اللقاحات، وندرة اللقاحات او ان اللقاحات ما حتغطي العالم، هذا الكلام صحيح، ما حتغطي العالم، ممكن تحتاج الى سنتين، 3 سنين، 5 سنين حتى العالم يتغطى باللقاحات. الشيء الثاني، اللقاح ما يمنع كورونا. يعني في مفهوم خاطئ ان اللقاح يمنع كورونا، لا، اللقاح ما يمنع كورونا. كل اللي حيسويه اللقاح باذن الله سبحانه وتعالى انه ينقص او مثلا يخلي الاعراض طيب. كورونا خفيفه، ما يخليها شديده، يخلي ولكن فيما يتعلق بالناس دكتور، يعني وباختصار اذا سمحت، ما المطلوب الان في هذه المرحله؟ المطلوب الاساسي اللي هو الاجراءات الوقائيه. احنا الان ما زلنا في مرحله الاجراءات الوقائيه، يعني زي ما نحتاج للقاح نحتاج اجراءات وقائيه، والاجراءات الوقائيه كمان نحتاجها بزياده عشان نقلل من الحالات الحرجه ونقلل من الحالات اللي بتروح المستشفيات. فالاجراءات الوقائيه اللي اقصد فيها التباعد الاجتماعي، لبس الكمامات، تطهير اليدين، ترى هذه اهم اجراء واحنا حنستمر عليه، يعني ما هو بس 2021، ممكن حتى بعد 2021 نحتاج ان نبدا على الاجراءات الوقائيه. واضح، اشكرك من المدينه المنوره استشاري الامراض المعديه دكتور خالد غليله، شكرا جزيلا لك.